في البداية كده وقبل أي حاجة، أنت رقم واحد عندك الله سبحانه وتعالى ولا شيرين؟ أنا عرفتكوا ياللي دماغكم متحجرة. بس يا عم الحاج ثانية واحدة، رقم واحد عندك الله سبحانه وتعالى ولا شيرين؟ لو شيرين من فضلك ما تفرجش، هتضايق أعصابك وأعصابك هتتعب والكلام مش ليك. ربنا يا سيدي يسخر لك من الدعاء إلى الله اللي يقدر يقنعك ويحاول يغير المفهوم ده من دماغك. الفيديو ده للناس اللي هي خايفة على عقيدتها وفي وسط المعمعة، خليني أقول كده، اللي دايرة دلوقتي دي، والتخبط اللي بين الآراء، والتخبط اللي بقى مش في الآراء حتى، ده بقى في الثوابت. الناس ما بقتش عارفة مين صح ومين غلط. الفيديو ده للناس دي، الناس اللي خايفة على عقيدتها، الناس اللي رقم واحد عندها الله. الله قال إيه؟ أنا وراه. الله قال لأ على ده، أنا عمري ما هعمله. الفيديو ده للناس دي، حبيبي أنت عبد، أنت عبد لله سبحانه وتعالى، اوعى في لحظة تنسى ده. أنت عبد وأنا عبد لله سبحانه وتعالى، وكلنا عبيد لله سبحانه وتعالى. من ارتضى الله ربا ومن ارتضى محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ومن ارتضى الإسلام دينا فهو عبد لله سبحانه وتعالى. محطوط لك شرع تمشي عليه، عبد محطوط له حلال يعمله، عبد محطوط له حرام يبعد عنه وما يقربلوش، محطوط لك شبهات على الطريق تخلي بالك منها والبعد عنها غنيمة وأحسن. انت عبد، اوعى تخلي البعد اللي الناس بقت فيه ده كله ينسيك القاعدة الأساسية دي. انت عبد لله سبحانه وتعالى، مطلوب منك في كل أوامر حياتك من ألف للياء زي ما بيقولوا، ان انت تشوف الله سبحانه وتعالى طلب منك ايه هنا وتعمله، ونهاك عن ايه هنا وتبعد عنه. ذاك هو الإيمان يا حبيبي، انت وهو ده الإيمان، ان يراك الله حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك. بس اعمل ده، حاضر هعمله. انت عبد، ما تعملش ده، حاضر مش هعمله. انت عبد، دي التسليم التام لله سبحانه وتعالى. علشان كده سألتك السؤال اللي في الاول، انت رقم واحد عندك مين؟ علشان بناء على اجابتك الكلام هيتغير. انت لو رقم واحد عندك بقى بلا 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 الانسانية وشيرين والفدائيين والانسان اولا والرحمة قبل اي شيء، لا يا حبيبي الكلام ده مش ليك. انت المسلم رقم واحد عندك الله. الله قال ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم شرع ايه؟ ده رقم واحد دي بوصلة حياتك. انا نازل دلوقتي، اصحابي رايحين حفلة، اوبا ثانية، اعرض على طول ده على الكتاب والسنة، مش بهزر، اعرض ده على الكتاب والسنة. طب الحفلة دي فيها ايه؟ الحفلة دي فيها حرام؟ فيها شبهات؟ الحفلة دي فيها حاجات تغضب ربنا؟ لا مش رايح. الحفلة دي فيها اختلاط؟ لا مش رايح. الزواج ده وحفلة الزواج دي فيها اختلاط وفيها ما يغضب الله سبحانه وتعالى؟ لا مش رايح. انت عبد وهتسأل يوم القيامة. اعرض يا حبيبي حياتك وامور دنياك على كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. انت عبد، اوعى تنسى، اوعى تنسى انك عبد. اوعى تخلي البعد الكبير اللي في الكام سنة اللي فاتوا دول، اللي بعدناهم عن دين ربنا، يخلوك تفتكر ولو للحظة انك بايدك تختار. لا، انت عبد وانا عبد، امري مش بايدي، ده بايد الملك. انت عبد. بالدقيقتين اللي فاتوا دول انا قلت لك كلمة عبد اكتر من يجي 10 مرات، وانا قاصد علشان اصحيها جواك واكسر الانا اللي انت بقيت عمال تقولها. رأيي انا، وجهة نظري انا. لا انت ملكش رأي ولا ليك وجهة نظر في اي حاجة فيها قال الله وقال الرسول. لازم تعدل ده. طول ما ده مش متعدل صدقني هتتخبط كتير، وهيجي كمان فترة واحد قدم للبشرية كتير يموت وتتحط في نفس الحيرة، وتلاقي وجهة نظرك الانا اللي جواك اللي ملهاش اي 30 لازمة في الشرع وفي الدين، تقولك لا ده قدم بمنظور الإنسانية وبمنظور الملوخية وبمنظور البلا بلا بلا، ده 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 عجلنا عدل. يا حبيبي انت ملكش رأي، انت عبد في اي حاجة تخص دين ربنا. انت عبد، مطلوب منك تشوف ربنا قال ايه وتعمله، تشوف ربنا نهاك عن ايه وتبعد عنه. اما بقى موضوع شيرين، خلوني اتكلم معاكم بصراحة. انا ما كنتش عايز اتكلم في الموضوع دوت بما ان الناس كانت متضايقة وزعلانة، وان اللي مات دوت كان حد كويس وحد فعلا كان قدم للقضية الفلسطينية كتير، وكانت زي ما بيقولوا كلهم دلوقتي ان هي كانت عينينا جوه فلسطين. بس حرفيا لما اي موقف في الدنيا، لما اي حد في الدنيا يمس العقيدة، ما ينفعش نسكت. فشوفنا ده وشوفنا برضو ده وشوفنا كمان ده
نسكت؟ لا، وشفنا برضو ده، فما كانش ينفع اطلاقا ان انت وسط ردود الافعال دي كلها اللي بتبين قد ايه ان الناس حرفيا بقت بعيده جدا عن عقيدتها وعن دينها اننا نسكت، او ان انا كاسامه اسكت لان انا هتسال. انت في موقف حصل، وفي فتره حصلت، في فتنه حصلت، الناس مش عارفه دينها، انت عملت ايه وقدمت ايه لدين ربنا؟ وانت دلوقتي هتتسال امام الله سبحانه وتعالى، انت في الفتنه اللي حصلت دي قدمت ايه لدين ربنا سبحانه وتعالى؟ هتتسال، تمام؟ انا عايزك تتخيل معايا كده يا صديقي ان ابنك في مدرسة، انت اللي بتشوفني دلوقتي ابنك في مدرسة، او انت اللي بتشوفني لو كان سنك صغير شوية انت في مدرسة، وجينا كده على كشف الحضور والغياب، وجينا على واحد ما حضرش ولا يوم واديناله امتياز مع مرتبة الشرف، هوبا بقى دكتور وبقى حاجة كبيرة قوي في البلد، واللي كان بيحضر كل يوم وبيذاكر وطلعان عينه وطلعان عينه بالليل في المذاكرة وعينيه خلاص لبس نظارات الدنيا علشان المذاكرة بالليل والطحن والكلام ده كله، جاب 95% فملحقش الطب اللي هو عايزها فدخل صيدلة، او حتى ممكن كمان في زماننا دلوقتي ملحقش صيدلة بال 95%. ها هترضاها يا حبيبي؟ هترضاها لنفسك انت يا طالب يلي تعبت في الثانوي؟ هترضاها لنفسك ان موقف زي ده يحصل معاك؟ انت ترضاها لابنك ان موقف زي ده يحصل معاك؟ لا، ده انت بتروح وتعمل تظلم يا ظلمة، انا ابني ذاكر، انا ابني تعب، انا ابني سهر. بقى يا عاقل يا مؤمن مش راضي ان ده يحصل في قانون بشري في مرحلة بشرية في الدنيا 3-4 سنين وهتعدي، وترضى ان ده يحصل في قانون رباني في قانون الهي؟ الله سبحانه وتعالى حط قوانين وحط قواعد اللي يمشي عليها ينجح، ازاي عايز واحد ممشيش عليها ينجح؟ ازاي بالطالب ان واحد ملتزمش بالمنهج الدراسي ينجح؟ ازاي بالطالب ان واحد ما حضرش اصلا وينجح وياخد امتياز؟ ده تخلف، ده تخلف حرفيا، ده خلل في العقيدة وفي الفكر. اقسم بالله الجنة مش بتاعتي علشان اقول ده يدخل وده ما يدخلش، بس احنا عندنا قرآن بيقول لنا 1-2-3-4 امشوا عليهم بنمشي عليهم، عندنا سنة بتقول لنا ما تعملوش كذا وكذا وكذا ما بنعملهمش. تخيل، توقعت، شفت النتيجة عاملة ازاي؟ لا ما تروح، انت هتروح فين؟ تعالى يا حبيبي. انا عايزك تتخيل معايا تاني ان انضف واحد في حتتكم، المنطقة اللي انت عايش فيها، انضف واحد في الحتة اللي انت عايش فيها، شهم وشجاع وبطل ومحترم ومؤدب وكل في كل الصفات الحلوة، في يوم من الايام واختك او زوجتك او والدتك وهي ماشيه في الشارع عكسها وعمل لها ايحاءات مش حلوه مره من نفسه، يا اخي ها كل اللي فات ده هيشفع له ويخليك ما تروحش تديله علقه موت تخليه يحرم يبص لمحارمك تاني؟ ها ليه يا اخي؟ ده كان جميل، ده كان كيوت، ده كان شجاع وحلو ومؤدب ومحترم، جت على غلطه. بقى يا راجل يا مؤمن هترضى ده على نفسك؟ ترضى تطبق ده على نفسك وما تخليش اي حد في الدنيا يتدخل ويقول لك فين رحمه ايه يا بني ادمين؟ ده عرضي. وتيجي على قانون ربنا تقول الله غفور رحيم وانت ما انتش عارف، انت ما انتش عارف، انت نفسك اللي بتحركك، نفسك اللي بعدت البعد الكبير قوي عن ربنا عماله تحركك للغلط. يا اخي كلف نفسك وادخل اسال. يا اخي في قانون الدنيا لو حد ارتكب جريمه مش هيروحوا يقولوا معلش ده كان كويس في الدنيا ونطبطب عليه كده ونقول لهم معلش سامحوه يسامحوه؟ والله لا يتفرم. في قانون التحرش لو الشرطه مسكت واحد بيتحرش واهله راحوا يا جماعه معلش والله ده كان محرم ده هي غلطه بس كده، والله ما هيسيبوه وهيتعجن. في قانون الجريمه لو واحد مسكوه بيسرق والشرطه قبضت عليه والدنيا كلها راحت للشرطه دي وقالت لها معلش ده احنا جايين نطبطب على الراجل دوت وهو كان كويس وغلطه ومش هتتكرر، والله ما هيحلوه. وتيجوا على قانون ربنا سبحانه وتعالى وشرع ربنا سبحانه وتعالى وتقولوا معلش ده قدمت وقدم وعمل ومش يا جدعان ده قانون شرع الله سبحانه وتعالى ليس فيه محاباة. عم النبي صلى الله عليه وسلم قدم مش للدنيا بقى وللإنسانية والبلا بلا، لا لا للدين، للدين بس قانون ربنا واحد هيتحاسب عليه ابو بكر وانا هتحاسب عليه وانت هتتحاسب عليه. لك ان تتخيل ان انا وانت وابو بكر هنتحاسب على نفس القانون، ابو بكر والصحابه والتابعين مالهمش قانون لوحدهم هيتحاسبوا عليه، وانا وانت واللي في الزمن دلوقتي لينا قانون هنتحاسب عليه؟ لا يا حبيبي، لا، هو القانون الرباني واحد ليس فيه محاباه وليس فيه مجامله. فيا اخي اللي انت ما ترضهوش على قانون دنيوي بشر من طين مخلوق من طين اللي حطه واللي وضعه من باب اولى ان دمك يتحرق وان انت تتحمق لدين ربنا، يا اخي ده الله اللي حط القانون دوت.
طيب انا في المواقف اللي زي دي انا مش عالم ولا عارف ولا عندي العلم الشرعي اللي يخليني ابقى مؤهل ابقى عارف اللي انت اصلا بتقوله ده صح ولا غلط، واللي غيرك اللي على عكس اللي انت بتقوله هم ده صح ولا غلط. يا اخي يا حبيبي، ابسط 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 طريقه لتعلم السؤال، روح رقم واحد، رقم واحد في اي حاجه في اي علم في الدنيا بيقولوا كده ان انت لازم يبقى عندك المنتور بتاعك، القائد بتاعك او المعلم بتاعك او المرجع بتاعك لاي حاجه تقف قدامك في شغلك في تعليمك في اي حاجه ترجع له. انا كده ماشي صح؟ اللي انا عملته ده غلط؟ طب اعمل ايه؟ الدين اولى، لازم يكون ليك مرجع في الدين، شيخ تثق فيه، شيخ ترتضي دينه، شيخ على حق يخاف الله سبحانه وتعالى ولا يخاف احد الا الله سبحانه وتعالى، يبقى معاك رقمه، تبقى معاك الواتساب بتاعه، يبقى معاك الفيسبوك بتاعه، في اي موقف اجري على الشيخ ده المنتور بتاعك في الدين. يا شيخ اللي حصل دوت انا مطلوب مني اتصرف ازاي؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، ابسط البساطة، هتدخل على جوجل وتكتب هل يجوز وتكتب المسألة بتاعتك، والله هتلاقي مصادر كلها موثوقة، هتلاقي حاجات للشيوخ مشايخ كبار في السعودية، هتلاقي مشايخ كبار في مصر، هتلاقي مشايخ على مستوى العالم. ادخل يا باشا ودور واسأل وشوف، ولا انت زي ما قلت لك من شوية انت بتحركك نفسك الضعيفة اللي بتشوف الناس راحوا فين واروح معاهم؟ لا، عمر ما كان الاغلبية هي الصح. كتير ياما بنشوف مغنيين ومغنيات ورقصين ورقصات ملايين بيمشوا وراه، هل معنى كده اللي هم بيعملوه صح؟ لا يا حبيبي، انت هتتسأل لوحدك يا ابني، والله والله لا تتسأل لوحدك. وانت قلت في المسألة دي لما مات فلان الفلاني ولما ماتت فلانة الفلانية كان الرأي اللي انت تبنيته والرأي اللي انت دفعت عنه كان دوت، ليه؟ مين قالك عليه؟ صح ولا غلط؟ عرفت منين؟ هتتسأل يا ابني اقسم بالله. اما في نهاية الفيديو يا حبيبي لا يسعني الا انا اذكرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول فيه: تركت فيكم ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي. ليست الانسانية وليست المهلبية وليست رأي الاغلبية وليست الرحمة النابعة من قلوب البشر اللي بقوا يخافوا على الناس اكتر من ربنا وبيرحموا الناس اكتر من ربنا وخايفين على الناس اكتر من ربنا وقلبهم حنين قوي ورحيم قوي بالناس اكتر من ربنا، لا 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 لا، كتاب الله وسنتي. فللمرة الثالثة او الرابعة او مش عارف عددها بقى كام، اي امر في حياتك اعرضه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله هتفلح. تركت فيكم ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنة. في نهاية الفيديو اوعى تنسى صوم اثنين وخميس من كل اسبوع اقتداء بحبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، اوعى تنسى وردك اليومي من القرآن، اوعى تنسى قيام الليل كل يوم ولو ركعة واحدة بس قبل ما تنام. اشوف وشوك على خير ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.